ترك مهبول. لا سلسلة اقعد هناك. وش تتابعون في اليوتيوب قبل ما اعطيك اسم قناتي؟ عائلة مشمع. مشمع والله انت اللي مشمع. السلام عليكم ويجيكم في مقطع جديد. اليوم جايبكم اول مقطع الاومي تي في. كل الشعب نزله ومتاخر، ادري اني متاخر، كنت ناوي اسوي كم فكره بس يعني اغير من شخصيتي اسوي حركات بس تطبيقي كان صفر صراحه، طلعت بهذا الشخصيه اللي ما تغير ولا شيء، لكن ان شاء الله يجيكم مقطع. المقطع استمتعت فيه، مده التصوير كانت 3 ساعات ونص، في اشياء كثيره حذفتها بسبب ان الناس ما يبغون يطلعون في المقطع، في ناس ما يبغون يطلعون في اليوتيوب حتى بصوتهم، يعني ما ادري ايش اقول، بس ان شاء الله اذا عجبكم المقطع لا تقصرون باللايك اشتراك، واذا تبون جزء ثاني اكتبون تحت الكومنتات نبغى نوصل هذا المقطع 20,000 لايك اذا كنتوا تبون جزء ثاني، اذا ما وصلتوا 20,000 لايك اعرف انه ما تبون جزء ثاني، فبس هذا كان عندي، استمتعوا بالمقطع. من اسمك؟ من اسمك؟ يلا تبون شيء؟ بس دقيقة انا ابي شيء. ايش اسمك انت؟ يوتيوبر ولا؟ والله يمكن مو يمكن اطلع اسم. شوف اللي وراي النور هذا عرف ايش؟ يعني تبون يوتيوب ولا ما تبون؟ لا 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 يلا يلا اجل نشوفكم على خير. او ماي جاد يوتيوبر سالم مدري بيسلوه كذاب والله كنه بيسلوه. شو اسمك؟ وش الفوضى اللي عندكم طيب؟ قبل اسم بالكعبة انجب يجوب جوال. وش كود الشب؟ وش كود الشب بسرعة؟ مين اسأل؟ وش ستارك انت؟ وش ستارك؟ سعودي. يجيك $10 الحين. لا لا تسوي سكيب انت بس قاعد اصور. اوه شيت بكتب لكم الكود الحين اوكي؟ طيب ايش فيه؟ مدري متى تنزل المقطع؟ عندكم مشكلة مع اليوتيوب ولا لا؟ ايه عادي هذا الكود اسخوه قبل ما اطلع. مع السلامة. مع السلامة. بيسأل صارخ ليش إذا ما تعرفني؟ من النار عقال على بلوفر على كمام جيشي. هذا عقال؟ الله لا يعمينا. كنت روحي الله ما بك تغني لي. لا لا كمل أنا قاعد أدعم المواهب العربية. أوكي يلا. جنتي بعيد علي واني أصبر روحي بعودك بس هسا صرت عادي غيابك شبه وجود. صوتك جميل لكن ودي أسمع غير العراقي. أوكي يلا. مخطيتي باسم سامحة القلب هو جارحة. مخطيتي باسم سامحة القلب هو جارحة مدام باقي في قلبي للحياة دقات. الله الصوت. بحة الله يرزقني اياها ما شاء الله تبارك الله. امين وياك يا رب. انت مشهور ولا؟ والله شوف يعني يوتيوبر وقاعد اصور ترى. انت سمعني شيء من صوتك؟ حس صوتك حلو ما ادري ليش. انا صوتي حلو؟ ايوه يعني من صوتك يعني. والله ابدا مو بحلو. طيب يلا جرب. والله مستحيل. قال الحب اعمى. والله ما ادري كانت خيانة ما ادري كانت ظروف تلف الاسامي تفك في المصير بس كافي يا قلبي لا تمد الكفوف عمري لحظه الضهر ما ترد العاشر وقالوا الحب امها قلت ليت عايش شوف اللي اسمها ظلمني ياهو كبير. والله هنيك صراحه صح انك انا اغني وانا جالس عشان ما اقدر. ايوه نفسي وانا جالس ما اقدر يعني. واضح ما شاء الله. ايوه انك ايوه انك يعني حق بثوث وكذا. لحظه انت هذا ولا واحد ثاني؟ سلوم ما ادري مين. ايوه بالضبط. بالله من جدك؟ والله من جدي. انا اعرفه ذا سلوم بس ما ادري انه. لحظه تبغى نظاره سلوم هذه؟ والله قديم انت مره. يلا حيا. واضح طقك الطفش طق هاي كرك. Oh my god. دقيقة. انت سلوم صح؟ دقيقة. والله ما استوعب. انت سلوم صح؟ امانة انت سلوم. لا اصبر تكفى والله ما مستوعب يا اخي. الا والله انه سلوم. يا ولد. وش الصدفة؟ ترى انا قاعد اصور يوتيوب ما تدري. تعال بسرعة. ورب الكعب انه هو رب الكعب قاعد يطقه مع اسودي فجأة. هذا سلوم. اي سلوم. سم اخوي. والله انك سلوم يا. اولاك موساس بين انا سحري. هذا شو اسمه؟ اعرفه ذا. هو سلوم اسمه. سلوم.
ويا شو اسمه واسم ولد عندك نظارة تلبسها هذا الإعلانات لا 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 على طول تصوير ايش دراكم من يصور طيب اللي تتابع كود الايتم شوب حقي وشو ابي اسال انت ايش انت ايش وش ستورك وش ستورك لا لا ما يحتاج لا لا والله ما يحتاج اقول هات ستورك بس لا لا والله ما ما ليش بس انت قلت كود الايتم شوب انا اي واحد يقول كود الايتم شوب بعطيه 10 ستور اوكي سلوم هلا حق روكت ليج انت النوب ايوه بالضبط وصلت خير ارحب ارحب مرحبا اللي مليون الحين ليش ما تحترف روكت ليج كم لك سنه تلعبها مع اوسم ارسل لك وانا اشتري الكود الحين لا لا ما يحتاج بيحتاج يعطيك العافيه الله يعافيك حبيبي والله تسلم لا تقصروا مع الرجال يا اخي الله انك الله يسعدكم ما سعدت لايك اشتراك كود لايت مشبه ايوه وتفعيل الجرس انستغرام كذا انستغرام سناب هذا اخر بوست لك حق 21 هذا ايه الله الله شوف معطيني لايك الله العظيم يا اخي الناس اسهل دور ليت اللي يشوفوا المقطع يفهمون اوه سلام 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 هلا والله اسرع واحد عرفني ايش فيه ما خذيت ثانيتين عرفتني ما شاء الله عليك شباب وش كود الايتم شوب هلا يمه تبيني افو والله اني اعرفه بنسيته والله شوف لو شفت لو انكم جاوبين في ذا اللحظه جاكم 10 دولار ستور اي رب الكعبه كله بمقاطع اشوفه بس ما احب المقدمه انا فهمت على طول اقدم الله كريم الله كريم ما تعب اتكلم ما حد يسوي سكيب شفت مقطع منقص طيب كم مده المقطع كذا 12 دقيقه 24 دقيقه يا ولد خليك كريم خليك كريم ولا شيء جاوبته صح يا ابن الحلال ايش تبي اسوي ها وش تقولون اللي يشوفوا المقطع لا اشتراك كل شيء كود شوب حمود مشهور 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 عائلة مشمع مشمع والله انت اللي مشمع انت في سلوم اوه هذا اللي معه السمس هذا اللي يلعب روكت ليج يو والله كنت اتابعك لكن كنت تركت واو واو عليكم السلام حط كوده والله كنا في سلوم افتح بالله 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 على السمس قول له يسري يحبك هلا هلا وش كودي وش كودي اللي حط كودي في اس ال في اس ال يا اخي انت اساطير لايك لايك يا شباب واشتراك شباب اشتراك شباب, اشتراك شباب شباب وش ستوركم ابغى 10 دولار لكم لانكم قلت كود الايتم شوب في اس ال في اس ال بالله عليكم يا شباب في اس ال واللايك والاشتراك وزر التنبيهات مشهور هذا صدقني انه مشهور في اليوتيوب والله انا معك الحين تصرخون عليه مايك وشاء توفيق اذا انت اليوتيوب واضح انك ستريمر صاعد لست ستريمر بل يوتيوبر فقط يوتيوبر صغير كذا قناه صغيره 100 مشترك بس توك بادي لا صار لي سنه اجمع عشان اجيب 100 مشترك اني انا ما اشحب يا اخي اسطورتي انت اقسم بالله شد حالي بالمحتوى بدل ما شد حالي بالشحات وافضل ان انا اصير مشهور وانا عندي كرامه ما ارمي كرامتي بالزباله عشان اجيب مشتركين ابدا يا اخي انت وش اسم قناتك طيب يعني سنه 2021 هدفي اني اوصل 500 مشترك ان شاء الله اول واحد سلوم انت سلوم انا كنت اشوفك تلعب مع اسم زمان ايام ماينكرو ان شاء الله 5000 بالراحه في السنه ان شاء الله الله يسعدك صنعت يومي ترك مهبول لا سلسل لا اقعد هناك بالله شله 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 مشكله مشكله شله شله بالله والله عرفتك من نظراتك عرفتك من نظراتك والكرسي حقك والله تراني اصور ها عادي وش تصور وش تيوب احلف قل والله اقسم بالله لايك اشتراك زر التنبيه يا رايت في هذا الانتساب عندك ولا مدري في 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 انت او انتساب وجيب فلوس كل شيء وش خبر عندك كود صح كود ولا تزعل والله اني ناسي اوه اي والله اي والله هذا المقطع اللي تبعته اللي قبل ساعه هذا انت اي هذا انا افا ما تتابع مقاطع كامله
وش رارع هذا مو الجوال اللي يتابع تخبر الله يا اخي ليش كذا يا اخي حي مستر فيفا حي مستر كمام شكلك سريع مره لا يمكن 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 يوتيوبر يمكن يمكن انا اعرفك بغلط يمكن مستر فيفا ها بعد مستر فيفا بعد اللقاح يعتبر تنمر سامحني والله الله عليك اي انا والله شهر مقطع نزلته طيب هذا انت اي والله انت اول والله والله بالله تكفى دقيقه تكفى سلو لا لا مستحيل سلو الحق طارق الحق طارق اي قاعد تصور جدك انت فجر امها ليكات نعم السلام عليكم امزح معك اصبر يا اخوي هذا انت اصبر يا اخوي عشان نطلع كويسين طل كنت شعرك كم بصور هلا والله كيف الحال يا ابي اعيش حياه ابي اسولف مع مشهور ابي اسولف معك ما ماني مشهور انا بس عندي 700,000 ولا شيء لي اصبر عندي سؤال كم عندك كم طالب من اليوتيوب صح وش الراي شنو اللهم ثواني والله ما تروح والله ما تروح وسم صح لايك واشتراك نزلها تكفى فبس كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع جيبكم يا تبون مقطع ثاني من اومي تي في اكتبوا لنا تحت في الكومنتات صراحه هذا المقطع اخذ 3 ساعات عشان اطلع بلقطات كويسه زي كذا في لقطات حذفتها لان الاشخاص اللي فيها يعني زي ما قلت لكم في البدايه ما يبون يطلعون في المقطع فاعتذر على هذا الشيء وباذن الله في مقاطع قادمه اذا عجبكم المقطع لا تكسرون الدعم اشوفكم على خير سلام